رسول الله وعليه صحيح. سيد وزير الدولة، السادة، سيدات الوزراء، وكتاب الدولة، السيد رئيس الجهة، السيد رئيس مجلس العمالة، السيدات والسادة النواب والمستشارين، السيد والسادة أعضاء مكتب الجهة ورؤساء الفرق، مرحبا وأهلا وسهلا. مرحبا بكم في هذا اللقاء. هذا اللقاء برمجناه أولا من توجيهات جلالة الملك في الاتجاه، ثانيا قررنا بلا مزيان هذه المناسبة مجموعة اجتماع بين أعضاء الحكومة المعنية بطبيعة الحال الأورش التنموية في الإقليم، وأيضا مجموعة المنتخبين للإقليم الممثلين هنا خصوصا المنتخبين على مستوى الجهة والمنتخبين البرلمانيين. والهدف هو تكون هناك واحد نقاش صريح، تبادل وجهات النظر، تسليط الضوء على مختلف جوانب القضية اللي كنا نعيشوها اليوم ديال الإقليم الحسيمة، دون إخفال المشاكل الأخرى إذا كانت ضرورية مرتبطة بها. والهدف يكون عندنا مقاربة تشاركية، إنصات متبادل، معالجة مشتركة لمختلف المضايا اللي مطروحة في هذا المسألة. نعرفنا بأن الإقليم الحسيمة حظي باهتمام كبير من جلالة الملك، وأنه 2015 توقعت أن جلالة الملك توقعت برنامج تنموي طموح وكبير. احنا في الحكومة اهتمينا بهذه المسألة منذ أن صدق على الحكومة، الحكومة راه عندها شهر وعشرة أيام تقريبا الآن. جميع مجالس الحكومة تقريبا نبدأ نعرفوا المسألة ديال الحسيمة ومتابعة البرامج التنموية والوضعية ديال على الأرض، ومشاو عدد من الوزراء في الزيارات، وبالمناسبة كاين الوزراء اللي زاروا جوج ثلاثة مرات المنطقة في هذه المراحل الأخيرة، ولا زلنا على هذا المسار. حنا كنقولوا التوابيت ديالنا في المسألة اللي علمناها مرارا بواضحة، الحكومة من واجبها أن تستجيب لجميع المطالب المشروعة للساكنة في حدود الإمكانيات المتوفرة. الحكومة من واجبها دير مقاربة تشاركية في حل جميع الإشكالات اللي يمكن تطرح أمام الساكنة. الحكومة من واجبها نهج منهج نهج الحوار والإنصات للمواطنين وللساكنين. هذه أمور تواجد عندنا ونستمر عليها، سواء على القضية الإقليم الحسيمة أو على القضية بأي منطقة أو أي إقليم من مناطق المغرب إن شاء الله. فإذا هذا شيء واضح. لكن أيضا الحكومة المعنية هي بأن يكون هناك حفاظ على الأمن العام وحفاظ على النظام العام وحفاظ على الثوابت الوطنية وحفاظ على القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وأيضا جانب هو في الحقيقة واجب ديال الجميع، المواطن هم أنفسهم يعني باش يحافظوا على هذا الشيء. والحمد لله حنا كنهنيو كنحييو على العموم المواطنين والساكنة ديال الحسيمة، لأن برهنوا على هذا النفس عنهم الأحداث المنعزلة اللي وقعت لا تضر في شيء عموم ساكنة المنطقة. إذا هذا جانب أول. كان جانب ثاني هو بغينا من خلال هذه المقاربة اللي كما قلت غادي نحاول ما أمكن نهجها أيضا في جهات أخرى عن طريق الحوار مع المنتخبين. زيارة أننا نبديناها مع طنجة، مع جهة طنجة تطوان، ولكن إن شاء الله غادي في جهات أخرى، لأن المشاكل الكبرى لدى الجهات ولدى الوطن يجب أن تحل بنفس وطني بأفق وطني بعيد عن الحساسيات السياسية الضيقة أو الحزبية المنغلقة أو الفئوية المنغلقة. لا، خصنا نشوفوا واحد الأفق أكبر وأوسع، وينبينوا بأننا نحن في قضايا الوطن يد واحدة
وإن كان بكان نختلفوا في بعض المقاربات، في بعض الحلول، بعض المشاكل، هذا تصبح حاضر على الآراء ديال الجميع، وغادي نحترموها وغادي نتصنتوا ليها وغادي نتحاوروا معها وغادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا معها في المستقبل. ولكن القضايا الكبرى ديال البلاد صراحة بأن حنا خصنا نتجندوا كاملين، نكونوا يد واحدة، ونمشيو في اتجاه واحد، ونتعاونوا كاملين لمصلحة بلادنا ولمصلحة شعبنا وتحت القيادة ديال جلالة الملك حفظه الله. هذا هو الإشارة اللي بغينا نعطيوها في الاجتماع اللي حاول السيد الرئيس بالمناسبة رئيس الجهة لما اتصلت به، هو اقترح نديروا رؤساء الفرق أيضا باش ندخلوا مختلف الحساسيات السياسية في هذا الاجتماع، وهذا مبادرة جيدة وغادي نحاولوا نحصلوا عليها أيضا في التجارب الأخرى وفي المبادرة الأخرى اللي نديروها على جميع الجهات. بالمناسبة غادي نمشيو من جهة لجهة، غادي نحاولوا ما أمكن نشوفوا المشاريع التنموية وضع التنموية في الجهاز، نحاولوا نشوفوا شنو اللي يمكن ندار بسرعة باش نستغلوا، وإن كانت البرامج موجودة غير غادي نحاولوا ما أمكن نعطيو الديناميكية لهذه البرامج. غادي نشوفوا بانه لان البرامج التنمويه اللي كانت تعرضت امام المنتخبين مرارا، لذلك حنا ما غادي نمشيوش في اعاده استعراض امام المنتخبين ما يعرفونه وما شاركوا فيه انفسهم في صياغته وحضروا في توقيعه. حنا ماشي هو الهدف ديالنا، ولكن الهدف ديالنا نعطيو واحد الاسئله ونعطيو الوضعيه الحاليه فين وصلنا، عارفين شنو الحاجه اللي كيشوفوا المنتخبين بانها تحتاج الى المعالجه في القريب او في المتوسط باش يمكن نمشيو نحو الامام البيو المسؤوليه الساكنه. احنا الهدف ديالنا اذا هذا الهدف الاول، الهدف الثاني هو المسؤوليه الساكنه ايضا واحد رساله ديال الطمانه ان احنا ماشي غايب المشاكل ديال المنطقه بالنا على بالنا ابدا، فهي حاضره وغادي نحاول ما امكن نلبيوها. ونحن هذا الشيء كنناقشوا باستمرار، تشكلت عليه لجان مركزيه، وان شاء الله غادي نشوفوا انه هذا الشيء عطينا اهميه، ومن كبير الاهميه انه دعونا مختلف المنتخبين مختلف الحساسيات السياسيه للحضور في هذا الاجتماع. اذا هذه هي الاهداف ديال الاجتماع وهذا هو المنهجيه ديالو. ساعطي الكلمه مباشره الى السيد وزير الداخليه. بالمناسبة غادي نديرو كلمات قصيرة لأن من بعد خصنا الحوار، واللي خصنا الشيء المهم هو نديرو العروض ديال المحاضرات. غادي نديرو جهد القضية، غادي نعطي بعد ثلاثة السادة الوزراء ومن بعد السيد رئيس الجهة ومن بعد غادي نفتحو النقاش وجميع سيتدخل وغادي نسجلو الملاحظات وغادي نتحاورو في مختلف الإشكالات المطروحة في هذه القضية اللي هي مهمة جدا والتي تولي الحكومة اهتماما كبيرا.